مساحات المزرعه السنه دي زادت عن السنه اللي فاتت من 500 ل 700 فدان، والانتاجيه زادت من حوالي 10 ل 12 امتار للفدان الواحد. السنه اللي فاتت كانت اقل من 8 ل 10 امتار للفدان الواحد، وبالتالي برضو السعر رفع السنه دي لان الجوده بدات ترفع طبقا للارشادات الجديده، رفع لحوالي في مركز الفيوم ل 9800 جنيه. احنا زرعنا السنه دي نوعين، جيزه 95 اللي احنا موجودين في الحقل بتاعه، واكسار زرع في مناطق ثانيه في مراكز ثانيه غير الفيوم، وده انتاجيته السنه دي عاليه جدا وسعره رافع جدا عن سنين سابقه قبل كده. المزارع في حاله ذهول من ساعه ما تم المزاد امبارح لارتفاع السعر تماما، لان ما كانش حد يتوقع ان السعر يوصل للسعر من 9800 ل 11200 على مستوى اجمالي المحافظه كلها، فده سعر بالنسبه للمزارع كويس جدا. الفلاح يهمه الدخل اللي ناتج من زراعته ايا كان نوع المحصول، اذا كان القطن بيدي انتاجه بيدي اعلى وسعر بيدي اعلى وبالتالي فلوس او ربحيه او نقديه او ناتج محصول نقدي بيدخل جيبه اكتر، فبالتالي لازم يزرعه وبالتالي لازم المساحه تزيد، لان العلاقه طرديه ما بين المساحه المزرعه والناتج اللي طالع منها. بالنسبه لتعاملنا مع القطن بيبتدي التعامل فيه من شهر فبراير، بيتوجه الفلاح للجمعيه الزراعيه، طبعا بنوفر بذره القطن بتتوفر طبعا في الجمعيات الزراعيه عامه كلها جميعا، وبيبتدي الفلاح الحرت بتاعه من شهر 2 واحنا معاه من تاريخ الزراعه لحد يوم الحصاد. بنبدا الزراعه من شهر مارس، وطبعا بيبتدي الخف فيه بعد 21 يوم، وبنبتدي احنا نشاوره معاه اذا كان في اصابات في اي مشاكل على اتصال بالمركز الارشادي بالمديريه وبالادارات الزراعيه، واحنا مع الفلاح ليل ونهار في الغيط ما ينفعش نسيبه. كل مركز بيتجمع فيه المنطقه اللي هو فيها عامه يعني، والمزاد بيتعمل عندنا في المديريه للمحافظه كلها، لكن بالنسبه لمركز التجميع بيبقى كل مساحه كل مجموعه جمعيات بيبقى فيهم مركز تجميع.